تحلق حتى فوق إيران، والجانب الإيراني يعلم ذلك. القوة الأمريكية الآن ازدادت في هذه الفترة في ظل كل هذه التقارير F-35 F-16 A-10 Warthog، كل يعني أدخلوا قوة كبيرة للغاية لردع هذه الأطراف، وكما حددنا اليوم طائرات F-35 الشبع يقولون بأنهم يحلقون فوق سوريا، ولكن واقع القمر الصناعي يقول بأنهم يحلقون فوق العراق. نفس الأمر قالوا في الخليج العربي قبل أيام قليلة، وحددنا بأنهم يحلقون بالقرب من ميناء الفاو، أيضا من الفاو تحديدا مدينة الفاو، بطائرات F-35 الشبح. كيف ترى هذه القوة المتزايدة الأمريكية والرسائل التي ترسلها عن طريق طائرات ليست بالعادية أبدا على الحدود السورية تحديدا وعلى ما يجري في العراق بشكل عام؟ تعتقد الولايات، شوف لاحقوا قضية موضوع الطيران، أستطيع أن أقول لك أحيانا وأحيانا كثيرا طائرات F-35 وكل طائرات سلاح الجو الأمريكي المتواجدة في المنطقة تابعة للأسطول الخامس سينكوم أحيانا كثيرة تحلق حتى فوق إيران، والجانب الإيراني يعلم ذلك. أما بالنسبة للعراق وبعض المسؤولين العراقيين يتحدثوا أنه أمريكا ما تستطيع التحليق إلا بموافقتنا، هذا كلام مردود عليهم. وأما بالنسبة لدول الخليج فهناك اتفاقيات دفاع مشترك تعرف جنابك تتيح للولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة التحليق والهبوط والطيران من قواعد متواجدة على أراضيها. كل هذا يعزز إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية بقدرتها العسكرية الفائقة التي تسأل عنها، ولذلك كل الأطراف تخشى مواجهته. يعني للروس، حتى الروس ما عندهم استعداد أن يواجهوا أو يفتحوا جبهة أخرى في سوريا ضد الأمريكان، هم يحاولون أن يستغلوا الأطراف الميليشياوية، وهذه أطراف حقيقة مدفوعة الثمن يتم اصطيادها بسهولة، طائرات مسيرة أو بهاونات. التواجد الأمريكي تواجد ليس عبثي كما يعتقد البعض أو في حالة نزهة، لا، هي تواجدها لغرض إكمال مشروعها في الشرق الأوسط وتحديدا في العراق وسوريا ابتداء. فيما يتعلق في جانب الإيراني، نعم الأمريكان صحيح هذه الإدارة إلى حد ما كنوع من التهادن والمهادنة مع النظام في إيران، ولكن الآن الضغط، أنقلك إلى الجانب السياسي الأمريكي، الضغط اللي يتعرض له بايدن وحتى الصراع داخل الحزب الديمقراطي لمسألتين: أولا الموافقة على إزاحته قبل نهاية ولايته، والثاني لعدم السماح له بتجديد ولايته لكي يعني في الولاية الثانية في انتخابات 2024. وبدأت تظهر أصوات على طرح مرشحين آخرين، هذا يكشف لك على عدم رضا أمريكي تام عن سياسة أمريكا الحقيقة. هناك اللوبي الصهيوني يتحرك بقوة في الكونغرس لتغيير وجهة نظر الإدارة الحالية وتعاطيها مع الملف الإيراني، وفعلا تقريبا التفاوض حول الملف النووي انتهى، ما عاد أحد يتحدث به. بنفس الوقت هناك تجديد للعقوبات تصدر يوميا جنابك، تشوف وتتابع على أشخاص وقيادات وجهات وشركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. هذا كله يدفع إيران الحقيقة إلى أن تضغط، عندها طريقين للضغط: أما أن تخلق الفوضى في العراق وهذه ورقة أخيرة سوف تلعبها، والثاني أن تضغط في سوريا. ولكن هذا الضغط الحقيقة لا يشكل أثر على الأمريكان، والأمريكان أنا أقول لك إياها بكل صراحة يستطيع الرد، لذلك ما حد يتقرب من تواجد القوات الأمريكية في حقل العمر على سبيل المثال. وكل المعارك تدور حول هذه المنطقة، ولكن لم نسمع حتى رصاصة واحدة أطلقت على هذه المناطق، ولأنه الكل يعرف مدى قوة رد الأمريكي على هذه الأشياء. الأمريكان تواجدهم مرة أخرى أقول لك إياها بالأساس يستهدف أضعاف وجود الميليشيات في سوريا ثم الانتقال إلى العراق. الآن الأحاديث تقول أنه الميليشيات في العراق ابتعدت كثيرا عن الحدود، يعني من الجانب العراقي ابتعدت أو تبخرت أو اختفت. فالأمريكان حققوا هدفا أساسيا بدون أن يطلقوا طلقة واحدة. ما يحصل في سوريا، حتى أعطيك الإيجاز، كل الأطراف تسعى لتحسين أوضاعها، يعني أوضاعها الميدانية قبل أن يدخلوا في مرحلة التفاوض، اللي هي هنالك قرار دولي صار وحتى عربي أنه يجب تطبيق القرار 2254 المتعلق بالانتقال السلمي للسلطة من بشار الأسد إلى جهة أخرى، ثم الانتقال بعد 18 شهر لتحقيق انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في الأراضي السورية. وهذا هو الحقيقة يقلق إيران وحلفائها.